السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس عن بعد في مادة اللغة العربية، مكون الظواهر اللغوية، المستوى الثالث، الأسبوع الثاني من الوحدة السادسة. لنبدأ على بركة الله. درسنا لهذا اليوم سيكون حول الاسم المفرد والجمع. لا بأس أن نتذكر الدرس السابق. لدينا الصورة الأولى، صورة ماذا؟ نعم، لدينا صورة معلم. الصورة الثانية ماذا تلاحظون؟ نعم، لدينا ممرضة. المعلم وممرضة، ما نوع هذين الكلمتين؟ نعم، إنهما اسم. هذا الاسم هل يدل على ماذا؟ نعم، يدل على المفرد، لأن الاسم المفرد يدل على واحد معلم أو واحدة معلمة. أحسنتم. والآن ننتقل إلى الصورة الموالية، لدينا معلمان. أحسنتم. الصورة الثانية، لدينا ممرضتان. نعم، ما نوع هذين الكلمتين؟ كذلك هما اسم. نعم، يدلان على ماذا؟ نعم، يدلان على اثنين وعلى اثنتين. إذن ما هو الاسم المثنى؟ الاسم المثنى يدل على اثنين مثل معلمان، وعلى اثنتين مثل ممرضتان. أحسنتم. والآن ننتقل إلى ألاحظ وأكتشف. نلاحظ الصورة الأولى، صورة من؟ نعم، لدينا صورة مهندس، نقول مهندس. نعم. والصورة الثانية ماذا لدينا؟ لدينا طائرة. نعم، أحسنتم. المهندس هو اسم يدل على المفرد، وطائرة اسم يدل على مؤنث. نعم، نعيد، الاسم المفرد يدل على واحد أو واحدة. أحسنتم. والآن ننتقل إلى الصورة الموالية، ماذا لدينا؟ كم مهندس لدينا في الصورة؟ نعم، لدينا أكثر من ثلاثة. إذن ماذا نقول؟ ما جمع كلمة مهندس؟ نعم، نقول مهندسون. أحسنتم. ننتقل إلى الصورة الموالية، كم طائرة لدينا؟ نعم، لدينا أكثر من ثلاثة. نعم، أحسنتم. إذن ما جمع كلمة طائرة؟ نقول طائرات. أحسنتم. إذن ما هو هذه أو هذين الصورتين تدلان على ماذا؟ تدلان على الجامع. أحسنتم. إذا كان هناك أكثر من ثلاثة، الكلمة تدل على الجمع. إذن ما هو الاسم الجمع؟ الاسم الجمع يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين، من اثنين بمعنى مذكرين، واثنتين بمعنى مؤنثين. أحسنتم. نلاحظ الكلمتين، لدينا كلمة الأولى مهندسون تنتهي بماذا؟ نعم، الكلمة تنتهي بالواو والنون. ماذا نسمي هذا النوع من الجموع؟ نعم، نسميه جمع المذكر السالم. أحسنتم. وكلمة طائرات، وهي جمع كلمة طائرة. نعم، تنتهي بالألف والتاء. ماذا نسمي هذا النوع من الجموع؟ نعم، نسميه جمع المؤنث السالم. أحسنتم كذلك. إذن هل هناك جمع آخر؟ نعم، هذا ما سنتعرف عليه من خلال إكمالنا للدرس. إذن نلاحظ ونكتشف كذلك. لدينا الصورة الأولى، هي صورة ماذا؟ نعم، تلميذ. أحسنتم. تلميذ، هذا الاسم هو اسم مفرد مذكر. نعم. الصورة الثانية هي نافذة. أحسنتم كذلك. ونافذة اسم
مفرد يدل على المؤنث سمسم. نلاحظ الصورة الموالية، لدينا ماذا في الصورة؟ نعم، لدينا أكثر من تلميذ، وقلنا قبل قليل أن الاسم الجمع يدل على أكثر من اثنين. لدينا هنا جمع كلمة تلميذ تلاميذ. انظروا جيدا إلى هذا الجمع، وهو جمع المذكر، هل ينتهي بالواو والنون؟ لا. هل نسميه جمع المذكر السالم؟ لا، قلنا أن جمع المذكر السالم هو جمع ينتهي بالواو والنون، وهذا الجمع لا ينتهي بالواو والنون، بل ليس لديه صفة ولا وزن معين، إذا نسميه جمع تكسير. نعم، والآن ننتقل إلى جمع كلمة نافذة، وهي نوافذ. إذا كما نلاحظ في الصورة أن هناك أكثر من نافذة واحدة، هناك نوافذ. نوافذ جمع لكلمة نافذة، ونافذة هي مفرد مؤنث. هل هذا الجمع ينتهي بالألف والتاء كما لاحظنا قبل قليل؟ لا، وكذلك لا ينتهي بالألف والتاء، كذلك نسميه ماذا؟ جمع تكسير، لأن ليس لديه وزن معين أو محدد، لأن الاسم المفرد يدل على واحد أو واحدة، الاسم الجمع يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين، وجمع المذكر السالم ينتهي بالواو والنون، جمع المؤنث السالم ينتهي بالألف والتاء، وجمع التكسير ليس لديه وزن ولا صفة محددة. أحسنتم. والآن ننتقل إلى التطبيق. أدرج في الجدول الكلمات التالية، لدينا محرك، صحف، فضاء، طبيبات، سماء، ومدن. ستقومون بإدراجها في الجدول التالي. لدينا الجدول من خانتين، لدينا مفرد ولدينا جمع. إذن الاسم المفرد لدينا محرك، فضاء، وسماء. الاسم الجمع لدينا صحف، طبيبات، ومدن. أحسنتم.